نكمل. هنا بيقول لي ان انا استخدم renewable resource instead of، بدلا من الفيو الفوسيل فيول، تمام؟ ان انا بستخدم renewable resource بدل الفوسيل فيول ليه؟ علشان ال renewable resource will not run out، مش هتخلص، تمام؟ معنى كده so this will not cause، مش هيسبب increase in earth temperature، مش هيسبب زيادة في حرارة الأرض. ولكن يعني احنا بنستخدم ايه، renewable energy بدل من الفوسيل، هو امال ايه المشكلة؟ ولكن but it cost more money، بستهلك فلوس كتير جدا to produce energy، عشان اطلع energy من renewable resource. يعني هي دي المشكلة بتاعتها، تمام؟ طيب يلا يا مازن، يلا نحلها يوتيوب كده على طول. مازن، ايوه يا مس، يلا يلا. The amount of fossil fuel on Earth is unlimited. مبسوط انت على اليوتيوب قوي دلوقتي، ها يلا بسرعة. غلط. ماشي غلط. ليه؟ المفروض تكون limited، المفروض تكون limited. يلا يا مالك، ها. limited producing energy from renewable resource costs less money than producing energy the fossil fuel. ها producing energy من ال renewable بي بي بيبقى فلوسه أقل ولا أكتر؟ أقل من ال renewable. أنا دلوقتي ده أنا لسه قايلها فوق، فضحت على اليوتيوب، شفت؟ ال صح يا ميس؟ renewable resource بيكلفني ميس جدا عشان أجيب منه كهرباء. ميس أنا قلت صح؟ هي المفروض غلط يعني، فانت كده يا ياسين قلت صح. ماشي، برافو يا هنا وبرافو يا محمود، اكسلنت. يبقى ايه؟ يبقى غلط. غلط. ماشي شكرا يا مازن انتوا ويا شايفين مالك. بقى، تعملوا لايك ووصلوا مس دكتورة رانيا لأكثر عدد من اللايكات. ماشي شكرا. يلا يا كده مازن ومالك، يلا هنا وائل، جاوبتي؟ طب جاوبي. Using cars instead of bicycles is a way to conserve fossil fuels too. ان انا استخدم الكار بدلا من البايسكل is a way to فولسبورغ. conserve. يا راجل ما يبقى فولس، خلي بالنا. شكرا يا هان. انتوا بتغلطوا في اليوتيوب ليه؟ انتوا كنتوا بتحلوا زي الفل. ماشي مازن ومالك وهنا، وكانت رقية حلت. اوكي ياسين رأفت برضو كان حل. طيب يلا يا لوجي، يلا. ايه The gases released from burning burning fossil fuels pollute. pollute the environment. The gases released from، الجاز صح. اللي بتطلع، برافو. Yes. الجاز اللي بتطلع دي بتلوث؟ طبعا بتلوث، يبقى صح. تمام اوكي يلا كده لوجي جاوبت. شكرا يا لوجي. يلا يا أنا كم ميس ثواني، يعني كله هيجاوب. يلا يا ياسين رأفت، انت جاوبت النهارده صح؟ أنا حليته كله يا ميس. ماشي برافو ياسين رأفت، انت حليت النهارده. ميس أنا ما جاوبتش. طب يلا يا رودعين، لا يلا. طب ماشي، كله هيجاوب، كله هيجاوب كده كده، ناقص 8. ماشي كله هيجاوب. اوكي يلا اقفلوا المايك، اقفلوا الكاميرا يا توينز. ماشي يلا يا ياسين رأفت، اختار لي renewable energy resource واحدة واحدة بس. ها، solar energy. برافو، renewable solar energy. برافو يا ياسين رأفت. يلا مش يا معلش يا ميس، ياسين صبري، انا اتلخبطت. renewable يعني ايه؟ renewable يعني متجددة.
غير متجددة ومتجددة. ماشي. اه ميس، انا طلعت اصلا كتير قوي على اليوتيوب، ميس، من مستر ماشي محمد، من دكتور محمد، ومن ماشي حضرتك، ماشي كتير قوي. يلا اوكي يلا يا ياسين كمل. رينيوبل انرجي برضو. اه انت جاوبت ياسين، ياسين رافت اللي جاوب اللي قبلها صح؟ تمام جاوب انت بقى اللي بعدها يلا ولا الغير متجددة؟ اختار لي رينيوبل او لا لا اختار نون رينيبل. رينيوبل، لا اختار النون رينيوبل يلا جازو. ناتشورال جاز. ماشي ناتشورال جاز. شكرا شكرا يا ياسين. آه يلا يا حسن. لا ايه الاويل، ناتشورال جاز، الاويل ده؟ ايه ناتشورال ريسورسز، الاويل؟ ماشي الاويل ماشي. ناتشورال ريسورس. رينيوبل ولا نون رينيوبل؟ نان برافو رينيوبل. شكرا ده حسن. ماشي ميس انا يلا جاوبت مرتين. اصلا ماشي مش مشكلة وانا ميس، ماشي خلاص وانا خلاص ميس. خلاص خلاص خلاص. لو انا بتكلم على دلوقتي خلينا خلاص مش مشكلة. يلا يا حسن يلا يا اياد. طب يا ميس انا ما جاوبتش. حاضر يا اياد يلا يا اياد. ولا انا يا ميس. حاضر كله هيجاوب والله. يلا يا اياد اياد اياد. طيب يلا على ما اياد يلا يا ادم ميس اياد نام. تقريبا كده. يلا يا ادم أني يلا معلش يا ميس اختار. أنا دخلت لقيت من نام، معلش تمام مفيش معلش مشكلة. أنا آسف. لا ولا يهم حضرتك مفيش مشكلة، بس الجزء ده هينزل يوتيوب فانتوا تمام بالنسبة لكم. اوكي مش لا عارف، أنا هحاول مفيش، أحاول يعني الصبح خليه يشوفه على اليوتيوب. أنا لا آسف جدا. مفيش أي مشكلة، اتفضل حضرتك. معلش احنا طولنا شوية، معلش. ماشي يلا يلا يا ادم والله أنا طيب يا ميس. اختار لي واحدة. اختار لي واحدة نان رينيوب. قول قول ماشي بس ممكن اختار لي غيرها. طيب ماشي. وود أو جازولين؟ لا جازولين ماشي ناقصني. خلاص كول وود. خلاص خلاص خليها كول 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 مش مشكلة كول زي الفل كول ماشي. شكرا يا آدم يلا كده تمام إياد. طيب يلا يا همسة اختاري لي رينيوبل. همسة اختاري لي واحدة رينيوبل. ثواني ثواني مش عايزة كلام. طيب على ما همسة تقريبا ممكن يكون عندها مشكلة. يلا يا ميس جودي ثواني هي اصلا مش مقبولة اصلا. انا مش هتكلم. طيب خلاص ده اوكي يلا يا ماشي جودي احمد نعم. يلا اختاري لي واحدة رينيوبل. ووتر. رينيوبل ووتر اكستنس ماشي شكرا. يلا يا ملك اي اختاري ميس. لي واحدة نون رينيوبل. ها ايه ميس ميس. ال واحدة نون رينيوبل نون رينيوبل ميس
تمام يا همسة. ماشي حاضر، جاوبي الجاي يا همسة. يلا نان رينيوبل. ثواني ميس ثواني 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 ثواني، مش عايزة كلام. اللي بيجاوب اللي عايز حاجة يرفع ايده. ماشي يا ياسين، يلا. نون رينيوبل جازولين. نون رينيوبل جازولين، برافو. ده مين اللي جاوب دلوقتي؟ معلش، ملك، صح كده؟ اوكي يلا يا همسة. اوكي ال نون رينيوبل انرجي. اختاري لي واحدة رينيوبل. لا، واحدة رينيوبل. تمام. ويند انرجي. واحدة رينيوبل ويند انرجي. اوكي ماشي، طيب شكرا يا همسة. يلا يا سيف. سيف، سيف معانا؟ اوكي سيف شكله مش معانا. تمام طيب. يلا محمود، اختار لي واحدة رينيوبل. رينيوبل الود. الوود، ماشي اكسلنت. ناقص واحدة، فين بقى؟ فين فين؟ نان رينيوبل. لسه انا كنت حالل كله كده طب ماشي، انا قلت حاجة. الله، في واحدة ناقصة، يعني. صح الود صح زي ما انا قلت. صح انا قلت لك ما مش تتكلمش. زي الود مش نيوبل. بالراحة بالراحة بالراحة. نعم، الوود رينيوبل ازاي؟ عشان ده جاي من البلانت، ده بايو، ده بايو فيول، الود وقلنا البايو فيول ده رينيوبل. انا ماشي. ماشي يلا نكمل. ماشي خلاص، هنا هنا بيقول لي ليه الووتر هي رينيوبل، علشان هي replaced after short time، بت ايه بت بينفع ان انا اجيب مكانها. تمام، طب ليه التاني نان رينيوبل؟ علشان ان انا بستهلكه اسرع من ان هو بيطلع. فاكرين لما قلنا ان فيه بيقعد ملايين السنين، وانا بس وانا بطلعه بسرعة بسرعة، يبقى انا كده ما استفدتش حاجة، صح؟ يبقى يخلص مني. تمام طيب، كده خلصنا الدرس على خير، يا رب يكونوا فهمتوه. طبعا الناس على يوتيوب اسمعوا مننا شوية ايه، شوية ضحك كده. طلبة يا تنام، ميس، طلبة يا ميس انا تصحى. عايز اقول حاجه يا ثواني ميس. ثواني ثواني، انا بتكلم صح؟ انا بتكلم تمام. طبعا هنزل الحصة دي زي ما هي كده. تمام طبعا، في حاجات اتشالت وحاجات محطوطة، يعني حاجات ما كانتش موجودة في النص عشان الطلبة كانت بتحلها، وطلبة أو أسئلة. المحتاج أنا بس بطلب من اللي سامعين، احنا لسه هنكمل جزء معين عشان في ناس ما حلتش. هنكمل الحل يعني في الكتاب شوية، حاجة بسيطة خالص، دقيقتين بالظبط وهنقفل. بس حابة أنبه على حاجة، سواء كان اللي بيسمعوني في اليوتيوب أو اللي بيسمعوني هنا. الناس اللي هتتابع معايا، أولا الكلمات اللي بتتكتب تتحفظ، متكررش الخلطة دي تاني عشان الناس اللي محفظتش. عايزة حل الكتاب أول بأول، عايزة على الأقل ولي الأمر يمسك الجايد أنسر مع ابني. يعني احنا بنعتبر الفيديو، سواء كان الفيديو أو الحصة، يعتبر بنذاكر، فمحتاجين إن على الأقل ولي الأمر يمسك الجايد أنسر مع ابنه مش أكتر. تمام، السؤالين دول مهمين جدا 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 جدا، وهيجولك في الامتحان. تمام، اعمل عليهم كام يوم كده دايرة واكتب مهم. اوكي، اللي محتاج يخش جروب الواتساب، او عنده اي سؤال يقدر يبعت لي في الكومنت، او يبعت لي على 0102999155. هقفل الفيديو ونكمل انا وانتو.